كابتن أسامة، يمكن مواجهاتنا مع دول شمال أفريقيا بيبقى ليها طابع خاص، طابع غير لما تلعب دول أفريقية. مظبوط، دول شمال أفريقيا شوية عندهم التنظيم الدفاعي، بيهتموا بالتنظيم الدفاعي كتير عن دول أفريقيا السمراء. يعني لما بنيجي نلعب سواء منتخبات أو أندية زي الوداد، الرجاء، مولدية، كل الفرق دي سواء زمان أو دلوقتي، عامة الشمال الأفريقي حتى بما فيهم مصر عندهم التنظيم الدفاعي بيبقى مهتمين بيه أكتر من الدول السمراء. قلت لك الأفارقة يمكن مع المدربين الأجانب ابتدوا يجوا لهم الفترة الأخيرة، مع الاحتراف الأوروبي اللي حصل ابتدى يبقى عندهم يعني شكل في النواحي الدفاعية أفضل بكتير عن قبل كده. كانوا بيلعبوا لعب كله بيعتمدوا قوي على المهارة والجزء الأمامي، وما بيركزوش قوي في النواحي الدفاعيه. زي ما كنا بنقول، بس طبعا مع الفارق الكبير، يعني لما نتكلم على منتخب البرازيل زمان كان يقول لك مثلا ممكن يجي فيها جون واتنين واجيب انا اكتر، المهم ان انا بلعب لعب هجومي ممتع. منهم دول كتير قوي على فكره لغايه دلوقتي برضو الاهتمام بالنواحي الدفاعيه موجود طبعا، ولكن مش بالدرجه الكبيره زي جنوب افريقيا، زي فرق كتير من جنوب افريقيا بيهتموا بالشكل الجمالي والهجومي اكتر. لكن دول شمال افريقيا من زمان محتكين بالاوروبيين ومحتاجين بمدربين عالميين كتير في الانديه والمنتخبات، فتملي ماتشاتنا معاهم تبقى صعبه. وكمان بجانب الموضوع ده، العرب مع العرب ده طبيعي ان كل واحد بيبقى عايز يبقى هو اللي بارز. يعني انت لما في امريكا الجنوبيه مثلا بتيجي برازيل وارجنتين تلاقي ماتشات شرسه جدا، هنا الجزائر والمغرب تلاقي ماتشات شرسه جدا، مصر والجزائر تبقى ماتشات شرسه، مصر والمغرب او الانديه يعني تونس الترجي والاهلي او الترجي والزمالك، لان عرب مع عرب بتبقى برضو كل واحد عايز يقول انا اللي ملك المنطقه دي او ملك او رقم واحد في البطوله العربيه. كل الدول اللي جنب بعض حتى الدول الاوروبيه اللي تلاقيها لازقه مع بعض او قريبه من بعض تلاقيها فيها تنافس شرس جدا. فبجانب الجوانب التنظيميه الدفاعيه هم برضو حته ان المنافسه في المنطقه الواحده اللي هي العربيه كل واحد بيبقى عايز يبقى متفوق، فعشان كده الماتشات بتبقى فيها صعوبه.